وللمزيد من النقاش حول دور البرلمان المنحل أو المنتظر تشكيله في ظل الأزمات المتزايدة وكشف حساب لما قدمه النواب في الدورات السابقة، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا أستاذ مصطفى في هذا المساء. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام، أهلا بكم. أهلا بكم. وقت قصير يفصلنا عن الانتخابات البرلمانية في العراق بعد أن بدأ التصويت الخاص بالفعل اليوم، وهنا نطرح سؤالا عن حقيقة تمثيل البرلمان القادم لشريحة واسعة من المقاطعين وحقيقة تمثيله للعراقيين سواء في الداخل أو الخارج. الجميع يعلم أن كل البرلمانات التي كلت أو انتخبت بالزعم خلال المراحل السابقة من الاحتلال لا تمثل شعب العراق على الإطلاق، وأكثر المتفائلين وأشدهم اندفاعا لا يزعمون في قرارة نفسهم، العفو، لا يؤمنون في قرارة أنفسهم بأن هذه البرلمانات تمثل حقيقة الشعب العراقي. هي تمثل أحزابا وأصحاب مصالح وجماعات طائفية وعرقية، وعلى ضوء التشكيلة التي عرفها العراق خلال السنوات 19 الماضية في ضوء المحاصصة المعمول بها طائفيا وعرقيا وحزبيا وليس على أساس الانتماء الوطني، فهؤلاء جميعا لا يمثلون شعب العراق وإنما يمثلون أحزابهم وطوائفهم ومصالحهم والبرامج والمشاريع الخارجية التي تسوقه. وهنا يدور السؤال أستاذ مصطفى عن كشف الحساب الذي على المرشحين تقديمه للناخبين أولا وقبل كل شيء الذين يطمعون بأصواتهم، وبالتالي نحن أمام تدوير لنفس الوجوه ونفس الأحزاب دون مقدرة هذه الشخصيات أو الأحزاب على تقديم أسباب مقنعة للناخبين كي يقوموا بالإدلاء بأصواتهم لهم مرة أخرى. يعني يبدو أن هؤلاء المرشحين يعتمدون على غفلة الناخبين، ولذلك يعني يعملون فعلا على استغفالهم ويرشحون أنفسهم من جديد دون أن يحققوا أيا من المطالب التي يطالب بها الشعب من جهة، وأيا من الوعود التي يلتزم بها المرشح في مرحلة الدعاية الانتخابية. والجميع يعلم أنها دعاية كاذبة، هذه الوعود لا تنفذ. قبل يومين خرج هادي العامري بخطاب عجيب غريب في يعني في هذه المرحلة أن منعونا من تطوير هذه المحافظات، يتحدث عن محافظات جنوب العراق التي تعاني الأمرين ويساق أبنائها إلى معارك يعني لا طاقة لهم بها ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، وفي نفس الوقت يعني يدعون إلى مزيد من الأصوات لانتخابهم دون أن يحققوا شيئا. يقول أننا منعنا لأننا من معسكر الإمام علي كما منع الإمام علي من أعمار الكوفة. من الذي منعكم أيها الأحزاب، أيتها الأحزاب وأيتها العصابات ومسؤوليها؟ أنتم السلطة بيدكم والمال بيدكم والقرار بيدكم، فمن الذي منعكم وحال دون تطوير مناطق في العراق؟ ولنفترض أن المناطق في غرب وشمال العراق تعرضت إلى يعني أعمال عسكرية وكانت فيها أعمال المقاومة الوطنية الباسلة ضد المحتل الأمريكي. نعم. فما الذي منعكم من تطوير محافظات جنوب العراق وهي أهدأ بكثير من المحافظات الغربية والوسطى والشمالية قياسا يعني في الوضع الأمني والعسكري؟ نعم. الذي منعهم من ربما هو الفشل في إدارة البلاد. أستاذ مصطفى، هناك أزمات مستفحلة في العراق تزداد يوما بعد آخر، وملفات مفتوحة لم تستطع الحكومات السابقة أو حتى البرلمانات السابقة المساهمة في حلها بحلول جذرية أو شبه جذرية.
هل تعتقد أن البرلمان القادم سيكون مختلفاً عن البرلمانات السابقة ويستطيع بالفعل المساهمة في إيجاد حلول لهذه المشكلات؟ يعني ابتداء هناك ملاحظة سريعة أن السيدة جينين بلاسخر ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة اعترفت أول من أمس أن الانتخابات التي جرت في العام 2018 كانت انتخابات مزورة، وهذا يعني أن البرلمان الذي نتج عنها هو برلمان غير شرعي، وأن هذا البرلمان غير الشرعي هو الذي سن قانون الانتخاب الذي سيجري، قانون الانتخابات الذي ستجري الانتخابات القادمة بعد يومين بموجبه، وهو الذي أنشأ المفوضية التي ستشرف على الانتخابات، وكل هذا وهو غير شرعي وناجم عن انتخابات مزورة. وبالتالي فلا أحد يتوقع من هذا لا من البرلمانات السابقة، من البرلمان السابق طبعا لم يحدث هذا، ولا أحد يتوقع من البرلمان القادم أن يحققوا أي شيء لمصلحة العراقيين. نحن وجدنا طيلة المراحل السابقة من عمر البرلمانات المتعددة يعني امتناعا كاملا عن أي تشريع يخدم العراق ويخدم العراقيين، كانوا يسارعون إلى يعني خدمة أو إلى تشريع ما يخدم مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم وكتلهم وانتماءاتهم الطائفية والعرقية والسياسية دون أن يحققوا لشعب العراق أي شيء. ولا يتوقع في البرلمان القادم أي تغيير، لأن هذا البرلمان القادم سيكون امتداداً لكل البرلمانات السابقة، نفس الميليشيات، نفس الأحزاب، نفس الكتل، وإن تبدلت بعض الوجوه فهذا لا يعني شيئاً. الأساس ليس في الوجوه وفي الأشخاص الذين يجلسون تحت قبة البرلمان، وإنما في السياسات التي يتم اعتمادها وفي الأجندات التي يجري تمريرها، وهي أجندات ليست لصالح العراقيين بل لصالح الدول الأجنبية وتحديداً الولايات المتحدة وإيران بالدرجة الأولى، إيران طبعاً التي تنفذ مشاريعها في العراق وتجد صداها عند هؤلاء البرلمانيين وهؤلاء العملاء لإيران سنة وشيعة عرباً وأكراداً مسلمين بل وحتى مسيحيين أيضاً. أستاذ مصطفى، نحن أمام مشهد يعني يوجد به تهافت كبير من المرشحين والأحزاب والكتل للمشاركة والحصول على أكبر عدد من المقاعد، وأمام مشهد آخر من الرفض والمقاطعة الشعبية الواسعة للمشاركة في الانتخابات كما جرى في المرة السابقة ومن المأمول والمتوقع أن يجري في هذه المرة، والشعب العراقي الذي استطاع خلال السنتين الماضيتين أن يكون فاعلا حقيقيا من خلال ثورة تشرين، كيف تتوقع أن يكون دوره في هذه الانتخابات؟ أنا أتوقع يعني حدوث مقاطعة بنسبة كبيرة، ربما أقل قليلا من المقاطعة التي جرت في العام 2018، وكانت النسبة نسبة المشاركة في حينها لا تزيد عن 8 أو تتراوح بين 18 و20% في حدها الأقصى، وبناء على هذه المخاوف لدى السلطة الاحتلالية ولدى الأحزاب عمدوا إلى استصدار فتاوى من المرجع الشيعي الأعلى علي السستاني، من المجمع الفقهي الذي يسمى مرجعية سنية وهو ليس كذلك، بعض الأحزاب لجأت إلى شيوخ خارج العراق خلافاً لما كانت تطالب به من عدم تدخل غير العراقيين أو العراقيين الذين يعيشون في الخارج بشؤون العراق الداخلية، وإذا بنا نراهم اليوم يلجؤون إلى من يفتي لهم وهو بعيد عن الشأن العراقي، هذا من جانب. ومن جانب آخر لجأوا إلى اختراع نظام انتخابي جديد، نظام أقصد لاحتساب عدد المشاركة، ويقوم على أساس احتساب البطاقات الانتخابية، عدد الذين تسلموا البطاقات الانتخابية وتحسب نسبة المشاركة قياساً إلى عدد من تسلم البطاقات الانتخابية، وهذا أمر كما قلت ليس يعني غير معمول به في أي مكان في العالم، أمر غريب جداً. المعمول به هو أن يقاس إلى نسبة من يحق لهم التصويت في الشعب العراقي وعددهم نحو 25 مليون شخص، في حين أن
الذين تسلموا البطاقات الانتخابية حدود 15 مليون. هذه كلها علامات على مخاوف السلطة وأحزابها وعصاباتها من حدوث مقاطعة كبيرة من العراقيين. عبر سكايب الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.